اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك، وتقنع بعطائك، وترضى بقضائك، وتصبر على بلائك. اللهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعملا بارا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا بديع السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، خالق الحب والنوى، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا.
الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير ورزق وصحة وسلامة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك. إلهنا 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 زلت بنا عن مهيع نجاتنا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام. اللهم اقبل توباتنا وامحو حوباتنا وثبت حجتنا وثقل موازيننا بالحسنات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا غير ضباء، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا. اللهم يسر على الصراط عبورنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيرجى، وليس في الكون إله غيرك فيدعى. يا من ليس معه رب فيدعى، ولا ملك فيرجى، ولا شافع فيرشى. إلهنا إلهنا إلى من نلتجئ وأنت القوي القاهر، وبمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنه كان معنا في أعوام ماضية إخوة ومحبون، ولاة وعلماء وأقربون، واراهم الثرى وسرى بهم البلاء. اللهم أنزل على قبورهم ضياء النور والفسحة والسرور. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، يا غفور يا ودود. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، تراك ترى مقامنا وتسمع كلامنا، ندعوك دعاء الخائفين ونسألك سؤال المساكين، سؤال من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوبهم وذرفت لك عيونهم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة،
يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين ونساءهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.